فيلم الاسكندراني؟ ما شفتش؟ تعالى امبارح كنت في العرض الخاص لفيلم الاسكندراني، تعالوا اقول لكم رايي فيه ايه. احمد العوضي ممثل ناجح جدا، وكان دايما الناس بتربط نجاحه بياسمين عبد العزيز، لكن الفيلم ده اثبت ان نجاحه مش مرتبط بياسمين. عجبني جدا في العوضي انه بيشتغل قوي على نفسه كممثل وكبطل للاكشن، وعلى قد المشاهد الاكشن في الفيلم كانت حلوه قوي، بس بصراحه كانت محتاجه تزيد شويه. انا شايف ان العوضي بعد تجربه الاسكندراني هيبقى واحد من اهم الممثلين الاكشن في مصر. وعلى فكره بيومي فؤاد عامل الدور ده تحفه، مختلف جدا عن الكليشيهات والادوار الكوميديه اللي انتوا كنتوا شايفينها قبل كده. السبب في نجاح بيومي فؤاد هو خالد يوسف اللي عارف يخرجه بره اطار الكوميديا، وكمان في كام مشهد معموله في الفيلم بحرفنه من خالد يوسف، بس مش هحرقه لكم. بصراحه الوحيده اللي حسيت ان هي ما اضافتش قوي للدور كانت زينه، وحاسس ان اي حد كان ممكن يقوم بالدور مكانها. عصام السقا من سعد جعفر العمده وباين قوي ان هو مركز وبيطور في ادائه، وبان قوي في كذا مشهد في الفيلم ده. انا بس عندي تعليق على الموسيقى التصويريه اللي كانت في كتير من مشاهد الاكشن، كانت محتاجه تبقى اسرع واقوى من كده. باقي الابطال بقى محمود حافظ وصلاح عبد الله وحسين فهمي، كل واحد كان في مكانه وعاملين ادوارهم هايله جدا. الفيلم بالنسبه لي كان تجربه حلوه جدا. خشوا يا جماعه الفيلم بجد هتنبسطوا. انت بقى هتدخل فيلم الاسكندراني امتى؟